السلام عليكم أصدقائي، درسنا اليوم أسماء الإشارة. تستخدم أسماء الإشارة للإشارة إلى شيء ما، ويسمى هذا الشيء المشار إليه. المشار إليه إما أن يكون مذكر، وإما أن يكون مؤنث، وإما أن يكون مفرد أو مثنى أو جمع. وتنقسم أسماء الإشارة إلى أسماء الإشارة للقريب وأسماء الإشارة للبعيد. أسماء الإشارة للقريب: هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هذا للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل: هذا تلميذ، هذا حاسوب. هذه للمفردة المؤنثة العاقلة وغير العاقلة: هذه تلميذة، هذه سيارة. هذان تأتي للمثنى المذكر مثل: هذان تلميذان. وأما هاتان تستخدم للمثنى المؤنث: هاتان تلميذتان. هؤلاء لجمع الذكور وجمع الإناث مثل: هؤلاء تلاميذ، هؤلاء تلميذات. ولكنها تستخدم لجمع العاقل فقط. أما لجمع غير العاقل نستخدم هذه مثل: هذه كتب، هذه أقلام. إذن هذه تستخدم للمفرد المؤنث العاقل وغير العاقل، وأيضا تستخدم لجمع غير العاقل. وأما أسماء الإشارة للبعيد فهي: ذلك، تلك، أولئك. ذلك تستخدم أيضا للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل مثل: ذلك الرجل كريم، ذلك القطار سريع. تلك للمفردة المؤنثة العاقلة وغير العاقلة، وتستخدم أيضا لجمع غير العاقل. تلك الطبيبة ماهرة، تلك الطائرة عالية، تلك السحب كثيفة. وأما أولئك فهي تستخدم للجمع بنوعيه المذكر والمؤنث: أولئك مهندسون ماهرون، أولئك أمهات رحيمات. إذن أصدقائي، أسماء الإشارة: هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ذلك، تلك، أولئك. إلى اللقاء يا أصدقاء.